الوجه في تحديده قالوا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. إذن هذا كله الوجه، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه، من الذقن تصعد إلى شحمة الأذن وتصعد إلى منبت الشعر. طبعا منبت الشعر أي مكان نبات الشعر، سواء كان إنسان عنده شعر أو ما عنده شعر، هذا موضوع آخر، لكن مكان نبات الشعر عند عامة الناس واحد، وهو أعلى الجبهة، فهذا يسمى الوجه. فقول الله تبارك فاغسلوا وجوهكم، أي كل هذا يغسل، كل هذا الوجه يغسل، فاغسلوا وجوهكم.